لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا وأكثر من عطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء. حقيقة اشتقت لحضراتكم كثيرا جدا 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 يعني، وكنت بتمنى هذه اللحظة تأتي بفارغ الصبر زي ما بيقولوا لكي ألتقي بحضراتكم. أهلا بكم، حلقة جديدة وسلطة خضراء. الحقيقة النهاردة موضوعنا الأساسي في سلطة خضراء موضوع يمكن أشرنا ليه في بعض الحلقات بجمل منفصلة بعيدة، لكن إحنا النهاردة هنجمعه كله على بعضه عشان نقوله بشكل مكثف، والحقيقة هو صفة من الصفات التحلي بيها الحقيقة بيغير وجه حياتنا كله. صفة من الصفات سموها أم الفضائل، يعني إذا كان في مجموعة كبيرة من الفضائل في حياتنا بنحتاج نتحلى بيها فهذه تسمى أم الفضائل. فضيلة غاية في الأهمية، غاية في الخطورة، تحلينا بيها إن شاء الله بيغير من حياتنا تماما. محتاجين نركز فيها كويس جدا، محتاجين نعيش معها، لأن إن شاء الله تحلينا بيها هيحللنا مشاكل كتير جدا جدا جدا. هنقول بعد الفصل الصغير ده، بعد الفقرة الصغيرة الافتتاحية الصغيرة، هنقول إيه هي هذه الفضيلة أو هذه الصفة، إزاي تغير حياتنا كلها، إزاي نتحلى بيها، إزاي نجمع كلامنا كله عنها في إطار واحد بحيث نغير من حياتنا تماما. دي هتكون الفقرة الأولى. الفقرة الثانية والأخيرة اللي بعد القادمة إن شاء الله هتكون فقرة تلقي اتصالات حضراتكم. في الحقيقة ده أمر الواحد يعني اشتاق لي جدا، ويسمع اتصالات حضراتكم، يرد على حضراتكم، يتكلم مع حضراتكم. الواحد الحقيقة في قمة الشوق لاتصالات حضراتكم. يبقى عندنا فقرة اللي هي القادمة إن شاء الله هتبقى عن صفة أو فضيلة شديدة الأهمية، ثم بعدها إن شاء الله هناخد فاصل ونطلع نرجع بعدها تاني ونتلقى اتصالات ومكالمات حضراتكم، آرائكم، استفساراتكم، اقتراحاتكم، أي حاجة تحبوا تنقلوها. وبنذكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء، وأرجو التأكد أنها صفحة البرنامج، صفحة سلطة خضراء، تشاركونا بها مقترحاتكم بآرائكم، أي أسئلة ما تقدروش توصلوا لنا بها على الهواء ابعتوها لنا هناك، وإن شاء الله بنرد على حضراتكم فيها صفحتنا على الفيسبوك سلطة خضراء. موضوعنا مهم وممكن يكون طويل شوية، ممكن ناخده على حلقتين مش حلقة واحدة، فخلونا بسرعة مع بعض كده هنطلع مع بعض حالا، نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع إن شاء الله ونبدأ التحدث عن الفضيلة المهمة جدا، الصفة الخطيرة جدا اللي إن شاء الله تغير حياتنا جدا جدا، لكن بعد هذا الفاصل فانتظروا. أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا. أهلا ومرحبا بكم. هل أنت شجاع؟ أنت شخص شجاع؟ والشجاعة زي ما بيقولوا نوعين، شجاعة طبيعية اللي هي أنك تقدر تتخانق، تقدر تطلع في المواقف الصعبة، تقدر تواجه الأشخاص، تقدر تواجه الأخطار، ودي شجاعة مهمة. لكن الحقيقة النوع التاني أهم منها هو الشجاعة الأخلاقية، أنك تقدر تواجه الرفض، تقدر تواجه المخالفين، تقدر تعبر عن رأيك، تقدر تقدر تقدر، الشجاعة الأخلاقية. ففي شجاعة طبيعية، في شجاعة جسدية أنك تقدر تتخانق وتتحرك، وفي شجاعة طبيعية أنك تواجه المخاوف، وفي شجاعة أخلاقية أنك تستطيع أنك تواجه المخالفين، تواجه الرأي المخالف، تواجه النقد، تواجه تواجه تواجه. وليس المواجهة معناها أنك تبقى ضد، لا، ده أنت ممكن الشجاعة أنك تبقى مع اللي بيهاجمك في بعض الأحيان. هل أنت شجاع؟ الحقيقة صورة شجاعة كتير لما نتكلم عن أنك تقول رأيك شجاعة، أنك تتكلم لما يكون لازم تتكلم شجاعة، انك تواجه الفشل شجاعه، انك تواجه النقد شجاعه، انك تقوم بعد السقوط شجاعه، انك تعترف بخطاك شجاعه، انك تعتذر لما تخطئ شجاعه، انك تصلح اخطائك شجاعه، حاجات كتير قوي قوي قوي. برضو انك تواجه المخاوف شجاعه، واحد بيخاف من شخص معين او بيخاف من حاجه معينه، انك تواجه هذه المخاوف شجاعه. هل انت شخص شجاع؟ تعالوا نتكلم النهارده عن الشجاعه. ايه اهميتها؟ ايه اهميه ان الواحد يكون شجاع؟ يعني ايه اللي هيفرق يعني في الحياه لو الواحد كان شجاع او ما كانش شجاع؟ ايه هي صور الشجاعه؟ ازاي انا اكون بالفعل انسان شجاع، شجاع حقيقيه؟ هل في فرق بين الشجاعه وبين التهور؟ هل الخوف بيناقض الشجاعه؟ يعني لما واحد يكون بيخاف هل ده معناه ان هو شخص مش شجاع؟ هل الجرأه تختلف عن الشجاعه؟ دي كلها حاجات مهمه جدا 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 هنتكلم عنها ان شاء الله واحنا بنتكلم عن الشجاعه. حديثنا النهارده عن الشجاعه، ولو وضعنا عنوان هيكون
كن شجاعا، كن شجاعا، خليك شجاع. أهمية الشجاعة. خلونا نعيش مع مجموعة من الكلمات ونعيش معها شوية لأنها مهمة قوي. الجملة دي بتقول إيه؟ الشجاعة هي ليست مجرد فضيلة من الفضائل، إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة. الشجاعة ليست مجرد فضيلة من الفضائل، إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجملة مش واضحة شوية. واحد عايز يبقى واثق من نفسه، واحد بيعاني من مشكلة في الثقة وما بيقدرش يواجه المواقف، ما عندوش شجاعة مواجهة المواقف، هل يمكن أن يتحلى بالثقة؟ مش ممكن. بالتالي عشان الشخص يبقى واثق، أحد الخطوات اللي تخليه واثق هو أن يكون شجاعا. إنسان عايز يكون اجتماعي، شخص اجتماعي ومحبوب، وهو يخشى من التعرف على الآخرين، ما بيقدرش كده يروح يتعرف على الناس ويتكلم معاهم ويحكي معاهم والكلام دوت، هل ممكن يكون اجتماعي؟ هو ما عندوش شجاعة أصلا أن يقعد في تجمعات ويتكلم مع الناس، هيكون اجتماعي إزاي؟ لا يمكن أن يكون اجتماعيا. شخص عايز يكون مبتكر أو مخترع، هو بيخاف من الفشل أو بيخاف من النقد، إزاي هيعمل حاجة جديدة ومبتكرة وهو أساسا خايف يفشل؟ أكيد مش هيعملها. وعليه عشان تكون مخترع أو تكون مبتكر أو تكون مبدع لابد أنك أنت تكون شجاع. شوفوا كل الصفات، لو جبنا كل الصفات خطوة خطوة كده، شخص عايز يكون مؤثر، مؤثر في حياة الآخرين وليه دور في الحياة، وهو يخشى أنه بيقف في وسط الناس ويتكلم، ده شخص ممكن يحصل؟ مش ممكن. يعني لو عدينا، تعالوا عدوا معايا الصدق، شخص عايز يكون صادق، صادق ينال صفة الصدق، لكنه ما عندوش شجاعة ان هو قدام الناس يحكي حكاية اخطأ فيها، او ما عندوش شجاعة ان هو يقول ان حد كان احسن منه في موقف ما، فبيضطر ان هو يكذب. ما هو الكذب درجة من درجات الجبن على فكرة، معظم الكذب درجة من درجات الجبن، فبالتالي هو ما عندوش شجاعة ان يكون صادقا اصلا، هو ما عندوش الشجاعة عشان يكون صادق. وعليه لما نشوف معظم الفضائل او كل الفضائل هنجد هي جزء منها كأننا نتحدث فيها عن الشجاعة. عشان كده الشجاعة ليست مجرد فضيلة من الفضائل، إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة. وبالتالي أنت النهاردة ممكن تكون تحمل حق، لكن أنت بتخاف تتكلم، ما عندكش جرأة أنك تعبر عن الحق اللي معاك ده، وبالتالي حتى تعبيرك عن الحق مش هيكون موجود. فبالتالي الشجاعة ليست مجرد فضيلة من الفضائل، إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة. لذلك إذا أردت أن تكون فاضلا فكن شجاعا. عايز تكون إنسان فاضل كده وتتحلى بالصفات الفاضلة والناس يثنوا على صفاتك وأخلاقك وطباعك، كن شجاعا. لابد في البداية أن تتحلى بالشجاعة. اتنين، الشجاعة هي قريبة منها بس أنا هقولها لنأكد المعنى. الشجاعة هي أولى سمات البشر، فهي التي تجعل باقي السمات ممكنة. أولى سمات البشر هي الشجاعة، فهي التي تجعل باقي السمات ممكنة. الشجاع، تعال هنعد بقى، احنا ماشيين مع بعض كلمات هتوصلنا كل كلمة منها لميزة أو أهمية من أهمية الشجاعة. الشجاع محبب حتى إلى عدوه، والجبان مبغض حتى إلى أمه. يعني الشخص المحب، الشخص الشجاع حتى عدوه بيحترمه، حتى عدوه بيحترمه لأنه عنده الجرأة أنه يطلع ويقول ويتكلم. عشان كده في غزوة بدر يا جماعة لما جم يطلعوا الناس للمبارزة كان طلب المشركين إيه؟ أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. عايزين ناس من قومنا بس بشرط يكونوا أكفاء، ما مش عايزة تقتل من واحد مش كفء، طلع لي واحد شجاع كفء عشان حتى لما تقتل منه أقول إن أنا اتقتلت من حمزة، اتقتلت من فلان، مش اتقتلت من أي حد، اتقتلت من علي، لا لا، طلع لي حد شجاع أستطيع إن أنا أقف قدامه فما خجلش من الهزيمة قدامه. لكن طلع واحد ضعيف قدام أي حد، ما فيش حد بيقبل الهزيمة من ضعيف، حتى بيخاف لو اتهزم من ضعيف، فهو محتاج شجاع. فالشخص الشجاع كل بيجمع برضو شجاعة بلا تهور، وحنوضح الفرق بين الشجاعة والتهور. فالإنسان الشجاع الكل يحبه، أما الإنسان غير الشجاع اللي هو الجبان فالكل يبغضه حتى أمه. طبعا بتبغض الصفة مش بتبغض الولد نفسه، ويمكن دي حتى احنا بنقابلها حتى مع الأطفال الصغيرين. نجد كتير من الأمهات بيشتكوا، أنا ابني دايما خايف، ابني دايما قاعد في جنب لوحده، ابني بيخاف من أي حاجة، ابني بيخاف من الضلمة، ابني بيخاف يقوم يتكلم، ابني صوته واطي، متضايقة الأم نفسها. شوف الأم عشان تحبها لابنها لكن متضايقة منه ومخنوقة منه. ليه؟ لأنه جبان، لأنه مش شجاع، رغم أنه لسه صغير ونقدر نربي فيه الشجاعة دي بسهولة جدا، لكن الأم متضايقة منه. فالشجاعة تعطيك حبا من الآخرين حتى
ولو كانوا أعداءك، والجبن يعطيك بغضا من الآخرين حتى ولو كانوا أقاربك وأصدقائك. الخوف يقتل أكثر من الموت، الخوف يقتل أكثر من الموت، لأنه إذا كان الموت يقتلنا مرة فالخوف يقتلنا كل مرة. انعدام الشجاعة وأنك عايش إنسان خايف من كل حاجة، خايف من النقد، خايف من الفشل، خايف من كلام الآخرين، خايف 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 خايف، الخوف بيموتك كل يوم 100 مرة، وعليه نقص الشجاعة يجعلك في موت دائم. كم من المواهب، الجملة دي مهمة قوي، كم من المواهب قد فقدها العالم لافتقار أصحابها إلى القليل من الشجاعة. تخيل أنت عندك موهبة بس ما عندكش شجاعة مثلا أنك تظهرها قدام الناس، فعمال مخبيها بينك وبين نفسك. عندك موهبة بس ما عندكش شجاعة أنك تعبر عنها وتقول للناس أنا عندي موهبة كذا. كم من المواهب قد فقدها العالم لافتقار أصحابها إلى القليل من الشجاعة، ففي كل يوم يواري التراب أناسا مغمورين منعهم جبنهم من بذل الجهد المطلوب. هو جبان فما بيبذلش الجهد المطلوب، فبالتالي نقص الشجاعة يضيع المواهب. يكون عندك مواهب وعندك قدرات، لكن نقص شجاعتك، جبنك، خوفك يضيع هذه المواهب والقدرات. جملة أخرى، عيش يوم واحد كالأسد خير من عيش 100 سنة كالنعامة. تشعر بقيمة حياتك، اللي عايز تقوله بتقوله بأدب، بتقدر تواجه، بتقدر تعبر، بتقدر تقدم أفكار جديدة، بتقدر تقدم أعمال جديدة، بتقدر عايش. لكن واحد أنا خايف، مش هعمل دي، الناس هتقول إيه، أصل ممكن أغلط، أصل يا عم خلاص، لو عشت يوم واحد هنا بالصورة دي أفضل لك من 100 سنة تعيشهم جبان. عيش يوم واحد كالأسد خير من عيش 100 سنة كالنعامة. ومن يتهيب صعود الجبال، بيت شعر كلنا عارفينه بس للأسف لسه مش قادرين نعمله. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. خايف تصعد وتتسلق وتظهر شجاعتك وجرأتك وتقول للناس أنا هو، عيش بقى بين الحفر، خلاص خليك تحت يا أخي، ما تقرفناش، خليك تحت بقى، أنت حر بقى. فلابد تصعد، لابد يكون عندك شجاعة، شجاعة الإعلان، شجاعة الإعلان، شجاعة المواجهة، شجاعة الفعل، شجاعة القول، شجاعة الاعتراف، شجاعة 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 شجاعة، تجد نفسك فوق. الجبن عبودية والشجاعة حرية. تتحرر، خايف من كل حاجة ومن أي حاجة، لا يا عم تحرر كده وخليك حر. الشجاعة، تخيل الشجاعة هي أول فضيلة تجعل باقي الفضائل ممكن. لا يمكن أن تتحلى بفضيلة من الفضائل بشكل كامل إلا إذا كنت شجاعا. الشجاعة تجعلك محبب من الناس، الشجاعة تجعلك حر، الشجاعة تجعلك تعيش حياة ذات قيمة، الشجاعة تجعلك تحقق النجاحات الكافية، لأنه لا نجاح بلا شجاعة. النجاح يعني أن يكون لديك الشجاعة والإصرار كي تكون الشخص الذي تريد. تخيل كل هذه الصفات، كل هذه الأهمية لأن تكون شجاعا. فإذا أردت أن تكون فاضلا كن شجاعا، إذا أردت أن تكون ناجحا كن شجاعا، إذا أردت أن تكون مبدعا كن شجاعا، إذا أردت أن تكون محبوبا كن شجاعا، إذا أردت أن تكون مؤثرا كن شجاعا، إذا أردت أن تحترم ذاتك كن شجاعا، إذا أردت أن تثق في ذاتك كن شجاعا، إذا أردت كن شجاعا. بس أعتقد يعني مش محتاجين نتكلم كتير ونقول كلام كتير أكتر من كده عن أهمية إن الإنسان يكون شجاع. طيب، وإحنا برضو قبل ما نعيش مع صور الشجاعة وكيف نصبح شجعانا، في بعض المعاني عايزين نوضحها وإحنا بنتكلم، صور من صور الشجاعة بس في صورة كلمات مهمة جدا توضح لنا بعض الصور هنقولها في كلمات قبل ما نحدد نقاط. الشجاعة الحقيقية دي صورة من صور الشجاعة وليست كل الشجاعة. الشجاعة الحقيقية أن تجرب عندما يكون هناك احتمال للفشل. مش الشجاعة على فكرة أنك تعمل الحاجة وانت ضامن نجاحها، شجاعة إيه بقى؟ لا، الشجاعة الحقيقية أنك تجرب وفي احتمال للفشل. إيه يعني؟ تواجه وفي احتمال للفشل، وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ أصلاً ده لازم تبقى ضامن، أصبح لك ما عملش حاجة إذا كنت ضامنها. يعني إيه ضامنها؟ لازم يبقى في مساحة من المغامرة المحسوبة وأنا بتحرك في الحياة. يبقى الشجاعة الحقيقية أن تجرب عندما يكون هناك احتمال للفشل. فيما يستسلم الجبال للهزيمة يكرر الشجاع المحاولة. برضو من سمات الشجعان انهم بيكرروا المحاولة حتى لو كانت هناك مساحة او فشلوا، خلاص فشلوا وقعوا، لكنهم بيكرروا المحاولة ولا يستسلموا. احب من يبتسم للشدائد. يقع في شدائد، ما كلنا لازم هنقع في شدائد، لكنه ما بينهارش بقى،
بيبتسم، ومش شرط الابتسام انه فرحان حصلت لي مصيبه، لا ليس هذا هو المقصود، المقصود هو المعنى المعنوي، ساكون اقوى منك في شده وماله. الحياه قائمه على الرخاء والشده، الظلام والنور، لا يمكن ان تكون الحياه اتجاه واحد او شكل واحد. حصل شده وماله، انا جاهز، انا مستعد، انا متدرب ان انا اواجه الشدائد فهواجهك. احب من يبتسم للشدائد، يستجمع قواه في الكروب، في كرب، انا هجمع قوتي. كرب يعني ايه؟ يعني جمع كل قواك في اللحظه دي، لحظه صعبه، لحظه صعبه، يعني جمع كل قواك، يستجمع قواه في الكروب، ومن المحن تنمو شجاعته. كل ما تحط في محنه، ده المحنه دي بتربي شجاعته مش بتقللها. جمله مهمه عشان توضح معنى مهم جدا وخطير، ليس الشجاع من لا يعرف الخوف، وده معنى مهم قوي ومبشر قوي. احنا اصلا احيانا بخاف، طب ايه؟ ده فطره بشريه انك تخاف، طبيعي انك لازم تخاف، ربنا خلق الخوف ده جزء مننا. فالشجاعه ليس معناها غياب الخوف، ليس معنى الشجاعه غياب الخوف. ليس الشجاع من لا يعرف الخوف، ذلك هو الغباء والحماقه. يعني في اشخاص كده يعني معلش مش فارقه معاه، هو يلا هو بيزق كده وخلاص، ده مش شجاعه على فكره، ده بينطوي في جانب كبير منه اما على غباء او حماقه او تهور، لكن ده ملوش علاقه خالص بالشجاعه، يعني هو كده وخلاص. لا، ليس الشجاع من لا يعرف الخوف، ذلك هو الغباء والحماقه، انه ذلك الذي تهدئ روحه النبيله من روعه. انت خايف بس روحك نبيله ومشاعرك نبيله واستعدادك للمواجهه موجود، فتهديك. اهدى شويه، معلش احنا خايفين بس هنواجه، خايفين وقلقانين بس هندخل، مفيش مشكله خالص. ذلك الذي تهدئ روحه النبيله من روعه ليواجه بشجاعه مخاطر يخشاها. في حاجه ممكن يكون بيخشاها او خايف منها، مواجهه حتى لو مواجهه صغيره، بس هو بيخشاها، لكن روحه النبيله بتدفعه للمواجهه حتى مع وجود بعض الخوف. نادرون، ودي برضو جميلة أوي، نادرون أولئك الذين يتحلون بطبيعتهم بالشجاعة. قليلين، مش كتير، اللي هو ربنا خلقه كده شجاع، مش كتير على فكرة، نادرون، لكن الانضباط والخبرة والتدريب يجعل الكثيرين شجعانا. لما تبدأ تتعود على الانضباط في حياتك، تكتسب خبرة من المواقف، تتدرب على أنك تكون شجاع وتواجه المواقف، تتحول مع الوقت إلى شجاع، فاطمئن. حتى لو انت في اللحظه دي قاعد حاسس انك جبان، ما تزعلش خالص، ده جاي اهو، شويه انضباط، شويه تدريب، مع خبرات، هتجد نفسك مع الوقت في قمه الشجاعه. طيب الشجاعه والجراه، الفرق بين الشجاعه والجراه ان الشجاعه من القلب، وهي ثبات القلب واستقراره عند المخاوف، في خوف بس في ثبات، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، بتقدر تصبر وعندك حسن. اما الجراه، واحد جريء بيدخل، ده جرأة والتهور بقى، فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر إلى العاقبة والاندفاع بدون تفكير ولا حكمة. فالاندفاع من غير تفكير ولا حكمة ليس شجاعة، إنما تهور أو جرأة. يعني أنا ما بحبش أسميه جرأة، بسميه تهور. التهور هو الاندفاع بلا حكمة، لكن الشجاعة لا تعني غياب الحكمة، لازم أفكر هو صح إن أنا أعمل كده ولا غلط، طب نتائج اللي أنا هعمله ده إيه. يبقى انا مش خايف، ما بخافش، ما بقدمش الخوف من المواجهه، لكن في نفس الوقت لابد ان اتدبر عاقبه المواجهه. فتوازن ما بين تدبر عاقبه مواجهه الامر اللي انا عايز اعمله، وما بين ان انا ما اخافش من المواجهه. الشجاعه هي اتقان الخوف وليس غياب الخوف، ان انا في خوف بس بواجه، لكن ليس غياب الخوف. تعلمت عبر التاريخ، دي نقطه مهمه قوي، انه اذا كان الشخص مصمما على شيء فإن هذا يهزم الخوف، ومعرفة ما يجب فعله تلغي الخوف. ده درس بقى من الدروس اللي هناخدها واحنا بنقول ازاي نبقى شجعان، انك انت تبقى مصمم على حاجة انك تعملها، هتلاقي الخوف بيروح. انا مصمم ان انا اعمل هذا العمل، فبالتالي بقى الناس بينتقدوا، ان ممكن افشل، لا لا لا، انا مصمم، فبالتالي لن التفت لاي شيء وانا مقبل على هذا العمل، ومعرفة ما يجب فعله تلغي الخوف. اخذ خطوة جديدة ونطق كلمة جديدة هو أكثر شيء يخافه الناس. دي من صور الشجاعة، إن أنا أخذ موقف جديد أو أعمل حاجة جديدة أو إن أنا أنطق كلمة جديدة، ده شيء بيخافه الناس، رغم إن التغلب عليه بيساعد على نمو الشجاعة. الشجاعة هي فن يعلمك أن تكون الشخص الوحيد الذي يعرف أنك ترتعد خوفا. يعني ممكن يكون من جواك ده رعب، لكن بتقدم على العمل. هل معنى ذلك إنك جبان؟ لا، مش جبان. الجبان هو من يهرب وليس من يخاف. تاني، الجبان هو من يهرب أو من يحجم عن العمل وليس من يخاف من أداء العمل، لكنه بيأدي، يبقى شخص شجاع. الشجاعة
الشجاع، كن شجاعا. تكرر، إذا أردت أن تكون ناجحا فكن شجاعا، إذا أردت أن تكون فاضلا فكن شجاعا، إذا أردت أن تكون واثقا فكن شجاعا، إذا أردت أن تكون مؤثرا فكن شجاعا، إذا أردت فكن كن شجاعا. كن حلوة، كن دي، فكن كن شجاعا. يبقى الشجاعة هي أولى السمات التي تجعل باقي الصفات ممكنة. طيب تعالوا نقول مجموعة صور، بعض الصور للشجاعة سريعا كده، ونتأمل إيه اللي موجود عندنا منها وإيه اللي مش موجود. إبداء الرأي شجاعة، إنك تقول رأيك على فكرة يا جماعة، الشجاعة لا تناقض الأدب، الشجاعة لا تعني سوء الأدب، لأن واحد بتخيل الشجاعة لا تعني علو الصوت، الشجاعة لا تعني استخدام اليد، الشجاعة لا تعني إهانة المخالف، الشجاعة لا تعني التهور، الشجاعة لا تعني عدم تدبر العاقبة، الشجاعة لا تعني الاندفاع خلف آراء الآخرين، كل ده ليس شجاعة. الواحد متخيل إنه كل ما صوته عالي وكل ما إيده طولت بقى شجاع، ده ما بيخافش، كل ما واحد قال له أدبه على الأكبر منه سنا، يا شفت ده ما بيخافش، ده قال له الدكتور بتاعه وده قليل الأدب في وشه، يا سلام، قال له الدكتور بتاعه الأدب في وشه، الشجاعة دي قلة أدب مش شجاعة. فبالتالي يا جماعة الشجاعة لا تعني إساءة الأدب، الشجاعة لا تعني ارتفاع الصوت، الشجاعة لا تعني استخدام اليد، الشجاعة لا تعني التهور. على العكس، إنسان الشجاع المفروض من الشجاعة أن تستطيع تمالك أعصابك. أنا إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة؟ أنا عندي شجاعة لكني هادئ، مش معنى أن أنا أكون شجاع أن أنا أكون متهور أو أخطئ. طيب، إبداء الرأي شجاعة، الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة. تلاقي واحد أحيانا إيه يكون بيعمل حاجة صح بس يقعد في وسط مجموعة بيعملوا الغلط، فمجرد ما هم يتكلموا في الغلط اللي هم بيعملوه تلاقي هو يسكت أو يحاول يجريهم. لا دي مش شجاعة، الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة. يقولوا بقى اللي يقولوه، ممكن تكون موجودين 5-6 مع بعض وناس بيتكلموا في موضوع خارج وواحد رافض، إيه يا عم أنت متخلف؟ أيوة لا مش متخلف، أنا بعمل الصح، ما بيصلوش وأنا هقوم أصلي، أيوة يا عم الشيخ، أيوة. فيقعد، لا يا عم مكسوف من إيه؟ هو اللي هيعمل الصح هو اللي هيتكسف، ولا بيعمل الغلط هو اللي بيتكسف؟ أنا ما بقتش فاهم يعني مين اللي بيتكسف؟ إحنا دلوقتي أصحاب الحق هم اللي بيتكسفوا، هيقوم يصلي، هيتكلم كلمة طيبة، مش هيشارك في كلام خطأ بيحصل، اعمله وأنت رافع راسك، اعمل هذا الصواب وأنت رافع راسك. فالإصرار على الصواب أمام المخطئين وبابتسامة، بابتسامة رقيقة وبنبرة هادئة، ما أصل أنتم مش فاهمين حاجة، لا لأنك تسكت وما تعملش الحاجة صح، ولأنك تقلبها خناقة معاهم صح. الحق قوي في ذاته، الحق مش محتاج أن صوتك يعلى ولا إيديك تشتغل ولا تنتفض قدامهم عشان تثبت أن معك الحق. إصرارك على تنفيذه وابتسامتك الهادئة أثناء تنفيذه وحسن معاملتك لهم أثناء تنفيذه بيخليهم هم مع الوقت هتلاقيهم هم بيتبعوك أو على الأقل بيعجبوا بما تفعل. احنا مش داخلين معركة، الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة. عدم السماح للخوف من النقد أو الفشل ليمنعنا من المحاولة شجاعة. انت عايز تعمل حاجة، عايز تتكلم بس ممكن أقول غلط، وهي ما تقول غلط، ما تقول إيه المشكلة، هتتعلم، الناس هيقولوا عليا إيه لو غلط، إيه طب ما انا ممكن افشل، وايه يعني ما تفشل ولا الناس يقولوا له تعلم، لكن حتى نيك واقف كده في الجنب لن تتعلم شيئا وستصبح لا شيء، وستصبح لا شيء. عدم السماح للخوف من النقد او الفشل ان يمنعنا من المحاوله شجاعه، عدم السماح للخوف ان يمنعنا شجاعه. انا خايف بس هقول، انا خايف اتكلم هبقى هقول بس هقول، هقول مره كلمه صغيره كلمتين هقول، مش هسمح للخوف ان هو يمنعني من الحركه. عدم الكذب، عدم الكذب شجاعة. انت بقى ممكن واحد يكذب عشان يعلي مكانته امام الاخرين، هي دي الشجاعة؟ واحد يكذب عشان يحاول يظهر نفسه صح، واحد يكذب ويضحك على الاخرين عشان يحاول يقنعهم بحاجة فيستخدم الكذب، يعني يلوي عنق الحقائق او يكذب عليهم عشان يقنعهم بفكرة معينة فيكذب او يلوي الحقائق، ليس هذا من الشجاعة في شيء. لا تكذب لتعلي من شأنك، لا تكذب لتضحك الناس، لا تكذب لأن الكذب ليس بشجاعة مهما كان، حتى لو هيلك أنك هتصل إليه إلى ما تصل لا تكذب، لأنه ليس الكذب شجاعة. شجاعة شهادة الحق والعدل حتى لو ضدك أو ضد من تحب شجاعة. إيه ده، شهادة الحق ضدي مش هتبقى في صفي، أو ضد الناس اللي أنا بحبهم، أو ضد صاحبي، أو ضد أختي، أو ضد، لا اشهد الحق، شهادة الحق شجاعة حتى لو ضدك، اعدل ولو على نفسك فهذه شجاعة. عدلك ولو على نفسك شجاعة، اعدل ولو على نفسك.
كلمة الحق عند من لا يقدرها شجاع، ممكن تكون قاعد وسط ناس مش هيقدروا كلمة الحق شجاع، لكن أحيانا يكون من الذكاء ألا تنطق بعض الكلمات في بعض المواقف، يعني إذا كان الضرر هيبقى أكبر من النفع، فيبقى من الشجاعة الامتناع، لأن بعض الناس أحيانا ما بيوازنش الكلام اللي هيتقال في اللحظة دي نتائجه إيه أو أثاره إيه، فيقولوا خلاص ومعتبر ده من الشجاعة أحيانا أحيانا، لكن ما تحجمش عن خوف، لكن تحجم عن حسابات، أنا حسبتها لقيت إن الضرر في هذه اللحظة هيكون أكبر من النفع دون خوف، ما تقولش ما تتلككش، ما تبقاش أنت أصلا خايف وبتصلنا لو قلت لا لا لا، وغالبا هذا لا يحدث، غالبا ما يكون أي كلمة تقال كلمة حق بهدوء وأدب وابتسامة وعدم تشنج كل بيقبلها حتى لو اختلف معك فيها. كلمة الحق عند من لا يقبلها شجاعة، الاعتراف بفضل أصحاب الفضل شجاعة، في ناس بيصعب عليهم أول والله فلان ده صاحب فضل علي، فلان ده والله خدمني في كذا، فلان ده عمل لي كذا، لا اعترف، اعترف بفضل أصحاب الفضل عليك، الاعتراف بفضل أصحاب الفضل شجاعة. الاعتذار عند الخطأ شجاعة، لو أنت أخطأت خطأ معين فالاعتذار عن الخطأ شجاعة، وتصحيح الخطأ شجاع أكبر، يعني مش كفاية بس والله ماشي أنا آسف أنا غلطت، طب ماشي بعدين يا صح بقى هذا الخطأ، تصحيح هذا الخطأ يمثل شجاعة أكبر، يبقى الاعتذار عند الخطأ شجاعة وتصحيح الخطأ شجاعة أكبر، تنفيذ أفكار جديدة واقتحام مجالات جديدة شجاعة، مش لازم تفضل دايما ماشي ورا اللي قدامك، اطلع أنت في مقدمة، اعمل حاجة جديدة، يبقى أنك أنت تنفذ أفكار جديدة وتقتحم مجالات جديدة شجاعة، تقبل النقد شجاعة، انك انت تنتقد وانت تتقبل هذا النقد شجاعة، ايه المشكلة؟ تقبل النقد، تقبل الاختلاف، ربنا خلقنا مختلفين، ايه يعني لما حد يختلف معايا؟ ما تعامل معاه بأدب بدون تهور وبدون، تقبل الاختلاف شجاعة، تقبل النقد شجاعة، عدم الاستسلام للإحباط واليأس شجاعة، وده أمر مهم جدا، وكنت جملة أنا هقف معاها شوية عشان ناس كتير بيتكلموا اليوم دي في موضوع المذاكرة والامتحانات قربت وهو حاسس ان مفيش فايدة وان مفيش نتيجة وان لا، اوعى من الشجاعة ألا تستسلم للإحباط أو اليأس، والله حتى لو فضلك ساعة احذر الاستسلام للإحباط واليأس، إن شاء الله حاضر أعوض، إن شاء الله الفترة الجاية أنا هبدأ من اللحظة دي أشتغل جامد مش هستسلم، وأصل أنت لو يأست أو أحبط هتضيع كام يوم اللي فاضلين كمان، لكن لو ما يأستش وما أحبطش وكان عندك شجاعة هتقدر تستثمرهم، فأيهما أفضل؟ أنا فاضل لي 21 يوم مثلا على الامتحانات، أيأس وأضيعهم ولا أستثمرهم وأضاعف مجهودي فيهم بما يعادل 42 يوم بدل 21 يوم؟ شوف فرق بقى الشجاعة من عدم الشجاعة، الجبان الخايف اللي بيستسهل هلا ما خلاص ما فيش فايدة وانا ضيعت الوقت وانا وخلاص وانا هعمل اليومين اللي فاضلين وانا اصلي مش عارف اذاكر خالص وانا اصلي، ودي مشكلة غريبة جدا يا جماعة، يعني فاز يقول لك انا مش عارف اذاكر شوف لي حل، واحد بيعتز شوف يعني ايه شوف لك حل، الحل في ايدك انت، حفز نفسك شجع نفسك جرأ نفسك ابدا يلا اشتغل واتعب، لكن زي ما بقول باستمرار ما فيش عقار يخليك تقعد تذاكر، العقار بداخلك انت والشفاء بداخلك أنت والحماس بداخلك أنت، ممكن أقول لك كلمتين يحمسوك بس لازم أنت تتحرك بقى، فتحرك اوعى تستسلم الإحباط والياس، لسه في فرصة والله في فرصة، إيه يعني فاضل 21 والله كتير كتير والله كتير فعلا، لو تعملوا صح الترم كله قد إيه يعني 21 يوم، لو أنا ضعفت مجهودي فيهم بحسب اليوم بيومين كأني خدت 42 يوم، حلو قوي، بس اشتغل بقى وزن امورك ويلا اتحرك سواء من كلمات الاحباط والياس وما فيش فايده واللي فات واللي حصل لا انا هشتغل، شجاعه دي شجاعه نوع قوي جدا من عدم الاستسلام للاحباط والياس شجاعه، مواجهه المشكلات شجاعه، قابلتك مشكله هنام بقى واموت ولا حواجه، لا حواجه دايما زي ما نقول برضو التعبير شجاعه، انك تقوم تعبر كده في وسط الناس وتتكلم وتقول اللي عندك شجاعه، وكل دوت بيكتسب، كل هذه الامور صور من صور الشجاعه، الشجاعة الحقيقة صورها كتير جدا، مواجهة ما تخافه، ايه الامور، حدد كده الامور اللي انا بخاف منها، بخاف من كذا وكذا وكذا، حددها واجهها بقى، هذه قمة الشجاعة، انك تحدد كل الامور اللي تخشاها اللي بتخاف منها سواء كانت امور مادية او امور معنوية وهواجهها، يا جماعة الامر جد خطير والله، يا جماعة انا اعرف ناس عايشين طول عمرهم زعلان من نفسه، اصل انا بخاف اتكلم، اصل انا بخاف اعمل حاجة جديدة، اصل انا بخاف اعمل، اصل انا برمي مسؤوليتي كلها على الناس، اصلا يا عم يلا صحصح بقى، انت المسؤول عن حياتك، ما تخليش حد يشيلها لك، انت المسؤول عن حياتك، انت المسؤول عن قراراتك، انت المسؤول عن ارادتك، انت المسؤول عن مستقبلك، فكن شجاعا، كن شجاعا، كن شجاعا. الحقيقه الشجاعه صورها كتير قوي قوي قوي، قلنا مجموعه منها، هنعرض مجموعه اخرى منها ان شاء الله، وهنشوف الوقت هيسمح ان احنا نتكلم بشكل تفصيلي عن ازاي نتحلى بيها ولا لا، هنكمل ايه من الصور بتاعتها
ده كله هنتكلم عنه، لكن الأهم منه إن شاء الله إن إحنا بعد ثواني صغيرة هنطلع فاصل، بعده على طول هنبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم اللي اشتقنا ليها الحقيقة جدا، مشاركاتكم، آرائكم، أسئلتكم. يلا جهزوا أسئلتكم، استفساراتكم، أي حاجة، وابدأوا من دلوقتي اتصلوا علينا عشان توصلوا لنا بسرعة إن شاء الله، عشان هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعده نستقبل اتصالات ومشاركات حضراتكم إن شاء الله. نطلع فاصل صغير ونعود، فانتظرونا.